ये सिलसिला ماما ليش خايفة؟ تعي خليني عانك مشان كل خوفك يروح. هاي كل هاي الضمة لماما؟ أنا كنت خايف كمان. مرحبا بابي. ها الضمة والبوسة بس لمامي؟ طيب شو مشان بابي؟ بابي كتير زعلان رح يبكي كمان. وعلى هالخد هي ميسي. مرحبا. مرحبا. هذا هو بابي وهدول هن رفقاتي تينا، غوري، فيبا، ميتاب. أهلين، كيفكن يا حلوين؟ وأنت يا شب غيران منك ها؟ دقيقة واحدة. غوري، تينا، أنا بعتذر منكن بس بابي عطول بينسى أحياناً. ما بيقول لمامي مولي، بيقول ميستي بدال اسمها. لك رح أشرح لكم شبك ميستي، أنا ما بنسى بس وقت يلي حملتك ودرت فيكي دخت شوي وكنت رح بوقع كمان. أنا رح سامحك هالمرة لأنه أحياناً بيجيب لي هدايا كتير، حتى لو عيطت على بابي هو ما بيزعل مني، هو أحلى أب بالدنيا كلياتها، هو أب مهضوم كتير. لا أنت البنت المهضومة أو من نفس البرج، مزبوط هالحكي؟ أهلين مدام. مرحبا. جينا لناخد ميسي لأن الجو صار سيء، فينا ناخدها؟ لهيك اتصلنا فيكن أكيد. أوكي شكراً. باي ميسي. باي باي. يلا يا أولاد. باي. بس ماما نحنا ما فينا نروح. شو السبب؟ نحنا ما فينا نتركها لحالة. مين هي ميسي؟ مامي رفيقتي الجديدة. ميستي أكيد رح يجوا أهلها لرفيقتك، رح يجوا لأنه مشتاقين لها. يلا بنتي بيكونوا على الطريق. بابي ما رح نروح هالبيت لحتى يجوا أهلها، حرام كيف بدي أتركها لحالها. معك حق، على فكرة أنت وبنتك كتير بتشبهوا بعض، واعية وبتحب تهتم بالكل. طيب وين رفيقتك هلأ؟ ليش ما أجيت وأخذتني؟ أنا زعلانة منك وما عاد بدي أحكي معك. باري. يه ديري بالك، صار لك شي؟ آسفة خالتي. لك ليش عم تتأسفي؟ أكيد أنت منيحة؟ باري هي ماما وهاد هو بابي.
مرحبا باري. مرحبا باري. بابا وماما لسه ما اجوا؟ اوكي اوكي لا تزعلي، رح نستناهم لحتى يجوا. اوكي. هاي لعبي مع ميستي لبين ما يجوا. ما عم اقدر اتصل بإيشان، يمكن في مشكلة بالشبكة. إيشان اللي ابني كل شي منيح بالمدرسة؟ ارتفع ضغطك وقلقانة كتير والعرق عم بيزخ منك زخ، بس لا تشغلي بالك كل شي هون منيح. هلا بالحقيقة رفيقتها لميستي ضلت لحالة بالمخيم، ونحن لهلأ ناطرين أهلها، بس يوصلوا رح نرجع. طيب الآن تدير بال عليها، وأنتوا يلا تعالوا بسرعة. مفكرة بسهولة حفيدتك ميستي رح توافق وتتركها؟ هاي البنت نسخة عن أمها، بتحب تدير بال على كل يلي بتحبهم وبتاكل هم الناس أكتر من حالها. خالتي شو بدي أقول، شو أخباره المايسترو؟ قصدي المعلمة الكبيرة. قطعي لفواكي وطعمية ياهن، المسكينة أكيد قلقانة. ماشي أنا هلأ رح جهز كل شي. أه في عنا شغل للديوالي كمان، فهمت علي؟ عيد الديوالي بيكون مع العيلة مو بالزينة. أنت لا تخافي رح زبط كل شي، واتركيني للمهمات الصعبة ما رح نتأخر. طيب مدام رجعي اتصلي بأبوها بركي برد عليكي هالمرة. صار لي ساعة عم حاول اتصل فيه بس موبايله مسكر، حتى المدير اتصل فيه. معقول يعمل هيك؟ تارك بنته بالمخيم؟ شكله ماله مسؤول أبداً. على الأغلب موبايله مقفول لهيك ما فينا نتصل فيه. لا موبايله مو مقفول بس ما في شبكة عنده بتليفونه، ولا هو ما بيعمل هالشي أصلاً، هو كتير بيحبني. مرة وجعتني إصبعتي فاضطر بابا ياخد إجازة من شغله يومين مشان يدير باله علي. بابي كتير بيحبني. أنا آسفة باري، متأكدة إنه أبوكي بيحبك كتير لأنك حلوة كتير. وهو حلو مثلي. أبوكي أحسن أب بالدنيا كلها، ما هيك؟ إيه. إيه وشو المشكلة يعني؟ رح ناخد عبيتنا أحسن بنوتة بنت أحسن أب، ورح نقعد كلنا سوا ونلعب كلياتنا معك. بس إيشان كيف فينا ناخدها هيك؟ بركي أهلها ما بيرضوا بهالشي، يعني كيف بدنا ناخدها بدون ما ناخد إذن من أبوها؟ أنتي معك حق خالتي، بابا رح يقلق كتير علي، ويمكن يصير معه شي، ويمكن يعصب عليكم كتير كمان. لا باري ما رح يصير أي شي لأبوكي، هالشي على مسؤوليتي. أوكي؟ الجو كتير صار سيء، ما فينا نتركك هون ونروح على البيت، لهيك امشي مع ميستي على بيتنا، ولما يجي أبوكي رح يتصل ويجي ياخدك من عنا. أنا رح كون مثل أمك كمان. أنت بتسمعي كلمة ماميتك، لهيك لازم تسمعي كلمتي. يلا برافو عليكي، تعي. ياي. مدام يا ريت تخبري أبوها، وإذا ما رد على تليفونه فيكي تبعتي له رسالة عادية. ما تشغل بالك أستاذ، أرقامكم كلها عند الإدارة وأكيد رح يتصلوا فيكم، أنا كمان رايحة لهيك لا تشغل بالك. لو سمحت سجل رقمي عندك، أعطيني لأكتب لك إياه. إذا بتريد خبر أبوها وقال له رح ينشغل باله، هاي بنت صغيرة
إذا ما شافها عندكم أكيد رح يجن. أكيد أستاذ، نحن منخبره، لا تأكل هم. نمشي؟ باري، الطلعة بالأسانسير ثقيلة، خلينا نطلع أنا وياكي على الدرج. شو عم تحكوا أنت وياها؟ عم تخططوا لشي فصل؟ ماما، هاد حكي بنات، ريحي حالك. ماما، هاد حكي بنات، ريحي حالك. اسكندرتي لساتها جديدة، معناتها شلحية. يا بنات انتبهوا ما توقعوا على الدرج. ماما ريحي حالك. وعلى كل إيشان خليك بحالك. أوكي. وأخيرا إجيتوا؟ وين ميستي؟ مو رحتوا لتجيبوها؟ شو صار؟ ماما اهدي. ماما اهدي. تخيلي هلأ كنت عم قلها ماما اهدي. صاير بيناتكن شي من جديد؟ رح تضلوا تتخانقوا هيك؟ هو ماما ميستي جاي على الدرج مع رفيقتها. رفيقة؟ مين رفيقتها؟ فتوا على البيت وما حدا منكن زعل على دم ودعس برجليه بحنة لاكشمي. ما بدك تكون رجليك خير على البيت؟ اليوم عنا عيد ولازم يتبارك هذا البيت. رح ادعس برجلي تيتا. البنوتي عملت داسات لاكشمي، اجت البركة معها. طولي بالك تيتا، هي مو لاكشمي، هي هي رفيقتي. اوه، هي الملاك الصغير تكون رفيقتك؟ هي مو ملاك، هي اسمها باري. اسم على مسمى. كتير لذيذة هالبنت. بس الظاهر إنه رفيقتك ما بتعرف تحكي. LOL. قديش يا ذكية. تاي تاي تاي، يلا تاي لعندي يا بنتي. مو معقول انتي بتفهمي على لهجتي. أنا وياكي يا بنتي رح نتفق كتير، لأنك بتعرفي تحكي مثل حكياتي. أنا من الجيل الجديد بس بشبه بابا.
علمني كتير كلمات. لك أنت الملاك البريء وبتاخد العقل ولهجتك بتلبق لك. حبيتك كتير. حق وبق يعني حب. شوفي مولي، صار عند رفيقة وتفهم علي منيح. لا وهي عم تفهم علي عالطاير. شوفي كيف قاعدة تشرح لي بإيديا. ميستي، خدي باري على غرفتك، غسلوا ايديكن منيح وغيروا تيابكن مشان تصلوا معنا. باري، تعالي معي لفرجيكي غرفتي. مولي، فيكي تساعديني؟ شكرا. إيشان، أنا كتير آسفة. ميستي اليوم كتير أحرجتك لما نادتك بابي بالمخيم قدام الأولاد. وشو صار؟ من 3 سنين وهي بتعتبرني مثل أبوها. ما في شيء. إيه بس نحنا إيشان مالنا متزوجين. ما هيك؟ مولي، إذا متفاهمين وين المشكلة، شو رح يفرق مع ميستي؟ بالنسبة إلها، أنا حدا ثقة وكتير لطيف وأكتر شخص حنون عليها كمان. بتمنى إنك تنظري لي نفس نظرة بنتك. مولي، شي يوم رح تجي لعندي ورح تقولي إيشان أنا بحبك. أنا كتير بحبك وبدي إياك تتزوجني، وممكن وقتها دير وشي وغمض عيوني وقول شو المانع يا عيوني رح حطك بشفوني. بس صرت أب بدون ما أتزوج، بس لبنوتي حلوة ولأمها الحلوة كتير كمان. إذا تزوجنا رح تصير الحياة حلوة، ما هيك؟ ياي، هذا الفستان حلو كتير. أوه، يلا باري بسرعة قومي غيري تيابك وإلا الكبار رح يعصبوا علينا. بس بابا حبيبي قال لي مرة لازم نصلي من قلبنا. أنا كل يوم بصلي هيك ونحب كل الناس، بس ما قال ولا مرة إنه لازم غير تيابي. يا ربي، ماما بتقلي نفس الكلام إنه كل الناس نفس بعض ولازم نحنا نحب كل الناس. عن زيد بتقول هالحكي؟ وظن إنه مامتك والبابا تبعي رح يكونوا رفقات قراب، وإذا مو هلا أكيد بعدين. بابا تبعي طيوب كتير وأمك أكيد رح تحبه كتير. أنتي بدك تشوفي بابا لأنه هو حلو كتير. بس أنا بدي أطلب منك شغلة. شو هي؟ إنه ترجعي لي إياه وما تاخديه على طول. ما رح أخده لأنه أبوكي هو مو أبي أنا. بس قربنا لأنه ما عطى بابا لحدا تاني، هو عطاني إياه أنا وبس. أنا بحبك كتير.
فرجيني صورته وبوعدك إنه أبوكي رح يضل أبوكي إليك. لهلأ ميستي ما شافت صورته لأبوها، ولا أنا شفته ولا عرفته. ما بعرف إذا هالشي منيح ولا لا، بس هالشي بيهمني. حلو كتير بابا، ما هيك؟ ايه أبوكي حلو كتير. طيب ماميتك وين؟ ماميتي خباية جوات قلبي. مثل ما أبوكي بيعلمك كل شي، ماما كمان بتعلمني كل شي بالحياة. ماما أحلى وحدة بالعالم. نفس الشي، ماما أحلى وحدة بالعالم. لو بتعرف أبوها يمكن ما رح تحبني. بتعرفي؟ خايف ما تعود تتقبلني، رح يكون صعب عليها. هالبنت المسكينة ما بتعرف حتى اسم أبوها. يعني ما كان في ولد ببطنك؟ مشان الولد أنا ونانتيني اضطرينا نقطع علاقتنا. ماني قادرة نتخيل إنه تنزلي مستواكي لهي الدرجة. هي أوراق الطلاق. خلص من هلأ علاقتي فيكي انتهت. كونال من زمان صار عبارة عن ماضي، وأنا ما رح خليه يلمح لميستي لو شو ما صار. لا توقفي على رجليكي، بدك وقت وبدك حب. إياها. انتي قلتي رح تعطيني اياها. ما رح اعطيكي، ما رح اعطيكي. انتي وعدتيني. ما وعدتك بشي، ما رح اعطيك اياها. رجعي لي صورة بابي. مولي، انا شفتك مرة يا بنتي انتي عم تحرقي صوره لكونال. اللي عملتيه منيح لما حرقتي ذكريات الماضي. صرتي عم بتفكري منيح بمستقبلك. اليوم شعلي شمعة جديدة، الشموع بتعطي الأمل، وآمني إنه كل شي صار معك قدر ومكتوب. تقبلي كل هالشي. القدر بعتلك إيشان من غامض علمه يا بنتي، وأنا من عندي رح أضمن لك إنه هو رح يعرف قيمتك ويسعدك أكتر من كونال. بنتي، صح كونال كان حفيدي، بس أنا بدي أعمل من إيشان صهر لإلي ولهالعيلة إذا أنتي وافقتي عليه.
بنتي، مثل ما الماضي إذا راح مستحيل يرجع أبداً، نفس الشي كمان إذا ضاعت هي الفرصة من إيدك ما فيك ترجعيها من جديد. فكري باللي قلتلك يا بنتي. تيتا أنا رح جيب ميستي وباري مشان نصلي. جتني فكرة، شو رأيك نخوفها لماما وقت تفوت على الغرفة؟ مين انتي؟ انا الشبح الاسود ورح اكلكن هلا. لا ماما 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 ليكني انا الماما. خفتوا ما هيك؟ ماما عن جد خوفتينا كتير. معقول؟ كل مرة أنت اللي بتخوفيني، بيطلع لي شي مرة أنا خوفك. أنا فيني شاغب كمان. شوفوا، زتيتوا الصورة كمان من الخوف. ماما هي صورة أبوها لباري. عن جد؟ مولي، قديش بدكن وقت لتطلعوا من الغرفة؟ صار وقت الصلاة يا بنتي. جايين، غيروا ثيابكم بسرعة مشان نصلي. ماما فيني خلي باري تساوي مثلي؟ وهلأ إذا هالبنوتات الحلوين ما أكلوا من هالحلويات رح يصيروا مثل السعدين. وإنتي كمان ما بتكون تأكلوا؟ خدوا خدوا. آسف تأخرت شوي، بس إجاني اتصال. خالتي، بابا لسه ما اتصل فيكي؟ لسه ما اتصل حبيبتي، بس فوراً بس يعرف رح يدقلك أكيد. لا تشغلي بالك. أنتي لا تقلقي كمان، أعطيني هاد وأنا بسكبلكن. ارتاحي. شكراً. لوين راح؟ يلا يلا بلشوا. شو
شوفي باري، ليش ما عم تاكلي؟ شو صار بنتي؟ ما عجبك الأكل؟ شو بتحبي تاكلي انتي بالعادة؟ معكرونة بالزبنة. طيب كل شيء تاني، كل الأكل ظريف. أنا ما بعرف آكل هذا الأكل. أوه. طيب قليلي يا باري، شو حابة تاكلي لكان؟ طيب قولي لي شو هي الأكلة اللي حابة تاكليها وأنا رح ساوي لك ياها. أنا كان بدي آكل أكلة واحدة. شو هي؟ رز بحليب. رز بحليب، بيقولوا في سحر كبير بهالأكلة. كتير طيبة. كيف بتطلع معك هيك؟ حليب؟ شو هاي الأكلة ماما؟ أنت ما عملتي لنا إياها ولا مرة، تعرفي يا ماما؟ اسمحوا لي رح أعملها. رح ساعدك. كفي أكلك، أنا قايمة ساعدها. يعني ما كان في ولد ببطنك؟ مشان الولد أنا ونانتين اضطرينا نقطع علاقتنا. ماني قادرة نتخيل أنه تنزلي مستواكي لهي الدرجة. هي وراء الطلاق. خلص من هلأ علاقتي فيكي انتهت. مولي بنتي، بعدي أنا بعملها. لا لا، أنا رح ساويها. روحي وارتاحي يا بنتي، أنا رح أعملها قلتلك. لا خلص، أنا بساويها ماما. بس أنتي من 6 سنين ما عملتيها، لهيك أنا رح ساويها عنك. بس بعرف منيح كيف ساويها. بس أنا ما بدي إياكي إنه تتذكري المشاكل القديمة وتضايقي حالك بنتي. اسمعي بنتي، المشاكل القديمة خلصت على الأخير. كبي كل شيء ورا ظهرك، وذكرى هاي الأكلة ما تسمحي لها أبداً إنها تكون مثل العقدة بحياتك. أنا ما رح أسمح لأي شيء كركبك، ومن هلأ ما عاد أسمح لك تضايقي حالك. لا ماما، أنت لا تشغلي بالك، ذكريات هذا الزلمة ما عاد عانت لي أي شيء. الشخص اللي شكك بحملي وما صدق أني حامل أصلاً. بنتي ميستي كانت بحاجة أبوها، بس ليك عم تكبر بدونه. بغض النظر عن شكله، هي ما بتعرف اسمه لهلأ. ذكريات هذا الشخص مستحيل إنها تزعجني. انسي الذكريات، حتى لو طلع قدامي ما رح اهتم. باري، شوفي استاذ، لوين راحوا الاولاد؟ راحوا على البيت. بصراحه كان الطقس كتير سيء. عبيت مين راحت؟ لوين راحت بنتي؟ احكي بسرعه، وين راحت بنتي؟ ما حدا اتصل فيني من المدرسه.
أنا نسيت كل شيء ماما، وما بدي أي شيء يأثر على حياة بنتي ميستي. مستحيل تكونوا بشر، ما فيكن تهتموا بطفلة؟ هذا المكان جديد عليها، ما بتعرف شي هون هي. باري، آسف أستاذ، أنا بعرف لوين هي راحت. حضرتك تأخرت لأجيت على المدرسة، لهيك بعتتها الإدارة مع أهل رفيقتها على بيته. كيف بتبعتوها هيك للبنت؟ ما كان فيكن تدقولي تليفون؟ نحن حاولنا نتصل بحضرتك بس خطك كان مسكة. هلأ ما تأكل هم، أنا عندي رقم الجماعة، تفضل أستاذ. أعطيني إياه. أحكي معهم أستاذ. بدنا ناكل جوعانين، بدنا ناكل جوعانين، بدنا ناكل جوعانين، بدنا ناكل جوعانين، بدنا ناكل جوعانين. لك هي جبنا لكم اياها خلص حاجت عيطوا. هي الرز بحليب، يلا هجوم. الكل بياكل بس ملعقة واحدة لأنه الباقي كله من حصتي أنا مثل ما عملت. معدتي رح تطالع أصوات اليوم. لك أنكلي لحتى تشبعي وهيك ما رح تسمعي ولا أي صوت. بنتي باري، أنتي كمان ما بدي اسمع صوت معدتك. يلا يلا بلشوا كلوا. يسلموا خالتي، طيبة كتير. ماما، عجد أنت اللي عملتيها الأكلة؟ إيه؟ ليش عم تسألي؟ مو كتير طيبة. قلتي لي مو طيبة؟ طيبة كتير كتير. يا ربي مني طايرة كتير مشاغبة. هلأ بفرجيكي، هلأ بفرجيكي. صار بدي أكلك أنا. أنا آسف يا بنتي، أنا كتير آسف. وينك هلأ؟ شوفي احتقتي لأمك يا حلوة؟ تعي لعندي أنا مثل أمك. يلا أنا رح ضمك، تعي. تعي 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 تعي. أنا كمان. وأنتي كمان، تعي تعي. يلا يلا يلا. يلا، واحد اثنين ثلاثة، في شي رح يصير. لك وين رحتي؟ لسه ما خلصتوا أكل. شو شايف نسيتوا للبابي؟ ايه؟ يلا رد شباك. إيشان موبايلك عم بيرن؟ قليلون مشغول. العاب بعدين وهلأ رد. رد بقى.